فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك عدد واجب في الاستنجاء والاستجمار؟ حتى ينقي، مطلوب من الاستنجاء والاستجمار حتى ينقي، حتى ينقي المحل. هل الاعتماد على الإنقاء، إذا تنقى فهذا يكفي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.